لقب برجل المفاجآت، وضعه بوتفليقة على رأس قيادة الجيش، لكنه أجبره على التخلي عن كرسي الرئاسة. فمن هو أحمد قايد صالح وما قصته؟ ولد أحمد قايد صالح في 13 من يناير كانون ثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنا في الجزائر. بدأ نضاله في سن مبكرة، فعندما بلغ 17 من عمره انضم إلى جيش التحرير الوطني لمقاومة الاستعمار الفرنسي. وبعد استقلال الجزائر تلقى قايد صالح دورات تدريبية في الاتحاد السوفيتي، وتخرج بشهادة عسكرية، كما شارك في أزمة الاستنزاف في مصر عام 1968. تدرج قايد صالح في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1993، وفي العام 2004 تولى قيادة القوات البرية، وبعدها بعامين تمت ترقيته لرتبة فريق، حيث عينه بوتفليقة في منصب قائد أركان الجيش الجزائري. وفي سبتمبر أيلول عام 2013 أصبح قايد صالح نائباً لوزير الدفاع، وفي ذات الوقت ظل محتفظاً بمنصبه كقائد لأركان الجيش، كما أعطيت له بعض صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية. وكان قايد صالح بمثابة الذراع اليمنى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن الشخصيات المقربة له، حيث دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها، مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة الجزائرية في عام 2016، كما أنه كان من أنصار الولاية الخامسة لبوتفليقة قبل انطلاق الحراك ضد الرئيس. ومن المواقف التي لا ينساها الجزائريون له بعد أن اشتد الحراك في أسبوعه الثاني، حيث خرج الجزائريون بالملايين إلى الشوارع للوقوف في وجه ترشح الرئيس المستقيل بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، حيث طالب بالتطبيق الفوري للحل الدستوري الذي يقضي بعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد نحو شهرين من المظاهرات الحاشدة والتي تطالب بعدم ترشيحه لولاية خامسة، ليكون بذلك ورقة ضاغطة ويجبر بوتفليقة على الخروج من القصر حتى قبل انقضاء ولايته الرابعة. وبالفعل استطاع قايد صالح أن يستحوذ على المشهد في البلاد. وعلى الرغم من تبييض صورته إعلامياً، كان موقع ويكيليكس قد نشر في ديسمبر كانون الأول من عام 2010 وثائق سرية تخص الدبلوماسية الأمريكية، كشفت عن فساد كبير في المؤسسة العسكرية الجزائرية. وذكرت الوثائق أن قايد صالح ربما يكون أكثر المسؤولين فساداً في الجهاز العسكري، كما أنه كان أحد المقربين والأوفياء للرئيس بوتفليقة وعراب الفساد المالي والسياسي في الجزائر، ورغم ذلك لم يتعرض للمساءلة. وفي 23 من ديسمبر كانون الأول 2019 أعلنت وفاة قايد صالح عن عمر ناهز 80 عاماً، وأعلن حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ولمدة 7 أيام بالنسبة للجيش الجزائري.